خطفت بنتي عشت واحد لحظات صعيبه بزاف حزن والام ما قدرش نوصف لك. صافي صافي حسيت براسي ضاعت وضاعت ليا بنتي، ولكن بقيت كنطلب ربي وكنستغفر سيدي ربي والحمد لله ما درناش، ما فقدناش الامل. رجعت عندي خالتي توريه قالت لي حتى ما بقيتش حاسه براسي دموع الفرح وكنغوت، وخالتي هي كتبكي وكتغوت. واحد اللحظه اجمل لحظه ملي سمعت بنتي رجعت ليا، واحد ما نقدرش نوصف لك واحد الفرحه كبيره بزاف من رجعت ليا بنتي. جاوا عندي لي بحال الشرطه هما اللي وراوها ليا وشفتها وفرحت بزاف وقلت لهم هذه بنتي انا متاكده، وكيقول لي واش متاكده، انا غير ملي شفتها قلبي بدا كيضرب بزاف ولحمي بورش وحسيت بحد. قلت لهم بنتي هذه انا متاكده 100% بنتي، بلا فحوصات بلا حتى حاجه، هذه بنتي. تعطلات لحقاش داوها للسبيطار وعتناو بها وقلبوها واش هي في صحه جيده واش وقعت لها شي حاجه، ولكن الحمد لله لقاوها في صحه جيده مزيان الحمد لله. الحاله الصحيه ديالها الحمد لله مزيانه، كانت معاملها احسن معامله، دوشات ليها، نقات ليها بوطها، داوات ليها زعما، وتزادوا فيها حتى شي غرامات، يعني ما كانش فرطه فيها، لا كانت معتانيه بها بزاف. انا قلت الا سمح لي المجتمع انا مسامحه لها ملي رجعت ليا بنتي وفي صحه جيده، انا بعدا ما غاديش نتابعها لحقاش سمحت لها من قلبي، ولكن الا سمح لها المجتمع وسمحتو غتبقى حره، ولكن الشرطه القضائيه وكلشي متابعينا كيقلبوا عليها. واش عطاوكم الزروره ديال بنتكم باش تحتفلوا بها واش ديروا السبوع؟ والله نشر سيدنا وقف معنا واحد الوقفه كبيره بزاف وعمرنا ما نساو خيره، وشكرا ليه بزاف والاسره العلويه تاعو كامله. لا دابا اخر اسم سميناه على لاله خديجه بنت الملك. شكون اللي عطاكم هذا الاقتراح؟ هذا الاقتراح سميناه لحقاش الملك وقف معنا واحد الوقفه كبيره بزاف، والله ينصرو وبغينا نسميو على بنته. 400 300 بهم، وفي الاخير من اختاروا خديجه احنا صافي، هذه الاسم الاخير غيبقى خديجه. مع ديك تقريبا الوحده جاني واحد فوطو تاع جا واحد الجريده قال لي واش هذه هي تصويره بنتك، وانا شفتها في التصويره تاعها قلت له هي هذه. من بعد جيت قلت الناس تما اللي كانت تما، من بعد دخلوا الاداره من تما بقيت داخل حتى جاوا المسؤولين وعاد سلموا لي بنتي. جميع المصاريف جميع داكشي تاع البنيه تاعك راه غيتكلف فيها جلاله الملك محمد السادس. مني مشات لها البنيه بقاو فين؟ بقينا نبغى نضحكوا خافينا اخت السمنه معاهم، صدمنا بنيتي، صدمنا بزاف. مساكن وجاتهم مع العيد وجاتهم مع صدمنا مساكن بحالنا بحال عمرها دار وناس دراويش والناس ما نقولش لك عليهم الله يعمر لهم الدار. ملي غتكبر شويه ان شاء الله غادي نعاودوا لها القصه من الاول كيفاش وقعات حتى الاخر ان شاء الله. دار حتى دير 8 سنين ان شاء الله عاد باش نقول ليها تبدا تعرف مزيان. غادي نعاود لها ملي كيفاش تخطفات وكيفاش بقينا عانينا وكيفاش وقفوا معنا الناس وكيفاش وقف معنا الشعب كامل داخل المغرب وخارج المغرب، والناس ساندونا بزاف الصحفيين والشرطه وسيدنا الله ينصرو وسيدنا الله ينصرو بالاخص كيفاش وقف معنا وقفه كبيره بزاف.